السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نشرح عن تطبيق بوبكورن تايم، وهو تطبيق لمشاهدة الأفلام بشكل مجاني، وسوف يتوفر رابط تنزيل التطبيق في المدونة. أولا ندخل إلى التطبيق ثم نقوم بالنقر عن سماح أو ألو لتوفير مساحة لتخزين الأفلام. ثم تظهر لنا هذه العلامة. في إزالته نقوم نقر عن الشاشة، ثم من تصفح الأفلام في حق الموبيس، ولدينا أيضا حق الآخر تي في شو، عروض التلفاز أو مسلسلات التلفاز كما ترون هذه المسلسلات، والذي يظهر في البداية أي الشائعات، الأفلام الشائعة أو الأكثر مشاهدة. لنأخذ لمحة قصيرة أو لمحة بسيطة عن السيتينج أو الإعدادات التطبيق. لدينا أولا ديفيكالت سبتايتل أي الترجمة الافتراضية قبل تنزيل الفيلم لتكون متوفرة لنا. في أي لغة مثلا نختار أو نقوم بإزالة الترجمة without سبتايتل بدون ترجمة. ولدينا حجم الخط فرونت سايز كبير جدا او كبير او عادي وصغير وصغير جدا. هنا باختيار كبير جدا. ثم لدينا فرونت كولور او لون الخط، لدينا لونين متاحين الابيض والاصفر، نقوم باختيار اللون الافضل لنا. use only wifi نقوم بتفعيلها بسبب تنزيل الفيلم فقط عند الاتصال بالواي فاي، ولا يقوم بتنزيل الفيلم باستخدام بيانات الهاتف. لرؤية حجم الفولدر البوبكورن تايم نقوم بالنقر إلى الحقل ورؤية مثلا 8 جيجا بايت أي حجم الفولدر، ولا نستطيع من تنزيل الفيلم 9 جيجا بايت. وثم لإلغاء البي بي ان نقوم في رؤيتي ما المقصود به، مثلا هذه العلامة المقصودة به نقوم بإلغائها السيتينج، وثم بالذهاب إلى الأسفل وثم بإلغاء البي بي ان. الآن تم إلغائه. لتنزيل الفيلم لدينا أولا مشاهدة الفيلم عبر النقر على مشاهدة، وثم لدينا تنزيل الفيلم. الآن الفيلم قيد التنزيل. لرؤية ملف الفيلم أو حجم الفيلم نقوم بالذهاب إلى الأسفل، وثم لدينا 27 و1080 وأيضا الترجمة نستطيع بتغييرها من الفيلم كما ترون. والآن سوف نأخذ لمحة قصيرة عن القائمة. لدينا السينما، نقوم بتحديد سينما أو أنمي، ولدينا ثم التصنيفات الفيلم مثلا رعب وأفلام موسيقى وخيال علمي وقصيرة. مثلا قمنا باختيار خيال علمي. ثم لدينا السورد باي أي الفرز حسب الشهرة أو حسب التاريخ المضاف إليه أو حسب السنوات، نقوم باختيار السنوات ويظهر لنا جميع الأفلام كما ترون حسب السنة. ثم لدينا أيضا الكواليتي المطلوبة أو الجودة التي نقوم بتحديدها إلى الفيلم، مثلا نقوم بإزالة جودة 360 و480 وتوفير فقط 720 و1080. ثم أيضا لدينا فوريت أي من قمنا بإنشاد هذا الفيلم وقد عجبنا، نقوم بإعطاء فوريت أو قلب أحمر، ثم بالذهاب إلى قسم فوريت أو المفضلات
ليظهرنا الفيلم في قائمة المفضلات. وثم لدينا الإشعارات، إشعارات التطبيق التي حصلناها تظهر هنا. ثم لدينا القسم داونلود لمشاهدة الأفلام التي قمنا بتنزيلها، ونستطيع مشاهدتها في عند انقطاع الإنترنت. نتمنى لكم الاستفادة.